بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في علاقتنا بالناس بنحتاج لكلمة التوبيخ. التوبيخ الظاهر خير من إيه؟ من الحب المستتر. لازم نحفظها، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. الآية دي رايحة راجعة، يعني إيه؟ لما تحب حد ما تستخسرش توبخه في وقت، بس هنشوف إزاي، لأن في ناس تميل للإدانة والعنف لا مش ده المقصود. ولما حد يوبخك افتكر الآية دي، لما حد يلومك قول أحسن ما يحبني ويسيبني في غلطي، هو بيحبني بطريقة مفيدة، وماله لما اسمع لي كلمة تعدلني، أنا المستفيد. فإذا تقبل التوبيخ وتستخدمه بحكمة شديدة بدل ما تكتمه وتسيب اللي قدامك ينضر. توبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، لأنها أمينة جروح المحب. أقول لكم كم آية عن التوبيخ جت في الأمثال. يقول إيه؟ الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. يعني إيه؟ يعني توبيخات الأدب اللي هي التأديب، يعني لما أب يمسك ابنه يوبخه يعنفه، الحقيقة ده اللي بيظبط طريقه. وآباء كتيرة دلعوا عيالهم ودفعوا ثمن غالي جدا، لدرجة في آية تقول لا تمنع عصاك عن ابنك. لا تمنع عصاك عن ابنك، يعني لو حشت العصاية بقولت حرام انت ممكن تأذيه أكتر، انت محتاج انك ترفع العصاية في وقت، مش بالحرف طبعا، ما تصدقوا فيها انتم. لا لا، مقصود بيها توبيخات الأدب طريق الحياة. فإحنا بنحتاج حد يوبخنا، وبنحتاج أحيانا نوبخ اللي قصادنا، بس إيه، هنشوف برضو إزاي. آية تاني تقول إيه؟ من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. اللي يتضايق من كل حد يقول له كلمة ده بليد، ده طالب فاشل. كل لما حد يقول له بس يزعل ويقفش، مش هيتعلم. انما ماله لما حد يقول لك يوبخك ولا يعاتبك، يقول لك انا زعلان، يقول لك دي غلط، وماله، هتتعلم ازاي غير كده؟ من يبغض التوبيخ بليد. آية كمان في أمثال 9:7 تقول إيه؟ من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا. يعني إيه؟ ما تمسكش واحد، لما أخذ سوري في التعبير، مش مؤدب، وتقعد توبخه، هيرد عليك، هتكسب لنفسك هوان، ده ولد مش مؤدب. فده ما ينفعش توبخه، مش ده اللي يتوبخ، لأن ده ما بيستقبلش. أنت بتوبخ واحد حكيم، عشان كده بنقول التوبيخ ده حكمة، حكمة من الموبخ والموبخ. إنما لا توبخ مستهزئا لئلا تكسب لنفسك هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. نفس الكلام، هتبقى عيبة في وشك إنك أنت أنظرت واحد زي كده، لأنه لا ينظر، ما بيستقبلش. آية كمان تقول المستهزئ لا يحب موبخه، وإلى الحكماء لا يذهب. تقول له ما تروح تعترف، يقول لك أنا محتاج. طب يا حبيبي اسمع كلام أبوك، وأبويا بيفهم أكتر مني. طب خلاص، إلى الحكماء لا يذهب، هيفضل طول عمره جاهل. تعالوا نمشي في شوية شخصيات من الكتاب، بعضهم استفاد من التوبيخ وبعضهم لم يستفيد من التوبيخ، ونشوف قد ايه التوبيخ ده كان ممكن يغير مسار ناس. اول شخصية انا مشغول بيها طبعا اليومين دول في درس الكتاب، عالي الكاهن. عالي الكاهن ده شخصية تخوف، لانه قد ما كان شخص تقي وكويس، قد ما عيبه كان فيه كام عيب كده يبدو صغيرين، انما للأسف خسروه كل حاجة. من اخطر عيوب عالي الكاهن انه لم يستفيد من التوبيخ. تعالوا نتفرج. جاله توبيخ صريح ومتكرر وما استفادش منه، مع انه هو اساسا خامة طيبة جدا. يقول شاخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع اسرائيل، وبانهم كانوا يضاجعون النساء، ولاده وصلوا للزنا. دول كهن مجتمعات في باب خيمة الاجتماع. فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الامور؟ لاني اسمع باموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون
إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب من يصلي من أجله؟ يعني ما تتكلوش على صلاتي، أنا مش هعرف أشفع فيكم وأنتوا بتعملوا كده. ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم. خلي بالكم، عارفين هو هما ليه ما بيسمعولوش؟ لأن هو كمان ما بيسمعش، هو ما بيعملش كده، لكن هو ما بيسمعش قوي التوبيخ اللي جاله. طبعا التوبيخ ده طري قوي، ما يجيبش نتيجة. هنشوف دلوقتي ان ربنا ما زعل. يعني هتقول ما هو بخ وما هو الهيلاء، التوبيخ ده مش كفاية، مش كفاية، دي خطية زنا ودول كهنة. عارفين الواحد يقول له ما يصحش يا ابني، ما يصحش، ما يصحش، ده ايه ده، يتركنه ما يخدموش، دي مصيبة، دي كارثة، شوف لك كهنة غيرهم، اطردهم بره الهيكل، خليك شديد. انما هنا يعني ما قدرش عليهم. وبعدين قال لهم في حتة تاني، لماذا تدوسون ذبيحتي، ده ربنا بقى، وتقدمتي التي امرت بها في المسكن وتكرم، شوف بقى التعبير اللي ربنا قال له. ربنا لما قال لعالي قال له مش انت وبخت ولا ما وبختش، قال له انت بتكرم بنيك عليا. ده تقييم ربنا للموقف، انت بتكرم عيالك علينا، لكي تسمنوا انفسكم باوائل كل تقدمات اسرائيل شعبي. يعني انت بس سايبهم يعملوا اللي هم عاوزينه، ده معناه انك مديهم كرامة اكتر مني، لو بتكرمني كنت ما تعمل اكتر من كده كتير. شوفوا التوبيخ الظاهر لو مسكهم شدهم شدة جامدة ما كانش انتهى البيت ده النهاية دي، انما هو شدة مايعة كده ايه وهم معبروهوش. على فكرة بقى، عالي الكاهن، كاهن جاله توبيخ من رجل الله ما نعرفش اسمه، وقال له ربنا هياخد هيحرمك من الكهنوت، وجاله توبيخ من مين؟ من صموئيل الطفل. وعاش بعدها سنين، يعني خد فرصة يغير مساره، ما عملش حاجة، فضل الفساد وفضل يتفرج، وانتهت بقى بموت الولاد وموت عالي الكاهن، والتابوت اتسحب خالص للفلسطينيين زي ما انتوا عارفين. كل ده لأن التوبيخ ما نفعش، لا هو سمع للتوبيخ الظاهر اللي جايله من صمويل، ولا اللي جاله من رجل الله اللي قبل صمويل، ولا هم ولاده فرق معاهم الكلمتين اللي قالوا. تعال نشوف واحد تاني ما تأثرش بالتوبيخ، صمويل بقى. صمويل لا لا، ده حلو جدا، انما اول يعني من واحد من اوائل ولاده في الاعتراف بكورته كده، مسيح الرب اللي اسمه شاول، اول ملك على اليهود، ده كان مختار يعني ملك كويس مفروض. المهم شاول في الاول ابتدى كويس ووطي راسه لصمويل، وصمويل يمسحه ويبارك له ويقول له تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل، حاضر حاضر حاضر، والدنيا ماشيه كويس. وبعدين بقى ملك وباشا وقعد بقى ايه، نسي بقى حكايه صمويل دي. مكث 7 ايام، هيدخلوا حرب، ففي اجراء كده طقسي لازم يجي الكاهن او صمويل النبي يرفع ذبيحه عشان ربنا يستر في المعركه. فشاول استعوى صمويل، فعمل غلطه كبيره قوي. على فكرة الغلطة بذاتها كانت تهون، الغلطة نفسها كانت ممكن تتصلح، زي أي غلطة ديتها توبة، بس توبة بجد. عمل عملة وحشة أوي، ما جاش صمويل لغاية الجلجال والشعب تفرق، فقال شاول قدموا إلي المحرقة. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صمويل مقبل، فخرج شاول للقائه، فقال صمويل ماذا فعلت؟ يعني شاول قدم المحرقة وصمويل جه بقى بعدها على طول، قال له ايه اللي انت عملته ده؟ هو انت كاهن عشان تمسك محرقة؟ المفروض يقول له ايه ده، توبيخ شديد. قال له ماذا فعلت؟ يعني اعترف، قال له انا جرمت، انا اتخطيت الكهنوت. هو شوفوا بقى الحجج بقى، معلش الحتة دي مهمة يا جماعة. ليه؟ حين توبخ لا تلجأ الى الحجج والاعذار، هيخليك ما تستفدش. لما بتتحجج وتتعذر كده مش هتستفيد بالتوبيخ. لما انا اقول لحد من ولادي يا ابني غصب عنه، طب استحمله، يقول لي ده لا يطاق، ده اصله وفصله. طب انت جاي تتوب؟ انت مش جاي تتوب، انت جاي تشكي، انت عمرك ما هتتصلح، لانك عمال تقول لي بيعمل وبيسوي. فهنا جه قال له ايه شاول؟ قال له انا قلت ان انت الشعب هيمشي ويسيبني، وانت ما جيتش في ميعادك. شوف حمل صمويل الغلط، انت ما جيتش في ميعادك، وقال انا خفت الشعب يمشي. ده شغل ربنا يا ابني، الشعب يمشي ده ايه؟ وبعدين ايه، واحنا ما لحقناش، خفت الحرب تبتدي وما لحقناش نصلي. شوفوا اللف والدوران،
يعني قال ايه مستعجل يصلي يعني. فتجلت يعني، ده انا جيت على نفسي عشان اعمل كده يعني، انا ضغطت على نفسي عشان اقدم الذبيحة. فقال صمويل لشاول، شوفوا بقى، شوفوا بقى صمويل بقى غير عالي، قد انحمقت في وشه، مش ما يصحش يا ولاد، لا، قال له دي حماقة، اللي انت عملته ده غلط من 100%، قد انحمقت ولم تحفظ وصية الرب، يعني ما تجملش السورة، ده اسمه كسر وصية، دي اسمها حماقة، ده التوبيخ الظاهر. على فكرة صمويل بيموت فيه، هتشوفوا بعد شوية صمويل بيموت في شاول، لأنه ده بكره، بكره روحيا، وشاف معاه أيام حلوة في الأول. الآن كان الرب قد ثبت مملكتك، والآن لكن مملكتك مش هتدوم بسبب اللي انت عملته. هيدور على واحد قلبه نظيف بقى، حسب قلبه. هنا جت بداية داود على فكرة، هيشوف راجل حسب قلبه، لأن انت قلبك مش نقي. فقال صمويل، هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. وانت فاكر ربنا يهمه الذبائح، دي غلطة تانية. دارت الأيام، دي أول غلطة عدت على فكرة، يعني على قد اللي هتبدأ والتوبيخ ده ربنا سكت وخلاص. حصل شوية مصيبة تاني بعد الحرب، كان صميل موصيهم أوامر ربنا، المرة دي تحرموا كل الغنم وكل الحاجة بتاعت الأعداء، لأنها كلها وثنية وكلها شياطين. فشاول مع إنه لسه عامل غلطة واخد له كلمتين، إنما حليت في عينيه شوية الغنم بتوع الأعداء، وقال نوفر حتى ذبايح لربنا، وقلبه مش بتاع ربنا. فلما دخل صمويل عرف، فقال له ايه صوت الكباش اللي انا سامعه ده؟ قال له انا قلت برضو حجة تاني، شوفوا بقى، انا قلت برضو نوفر عشان نذبح للرب الهك. قال له انت فاكر ان الذبائح تفرق مع ربنا؟ سمع كلام ربنا هو اللي يفرق، هو ربنا ناقصه ذبائح؟ قال له التمرد كخطية العرافة، العرافة دي كانت تستاهل الإعدام، العرافة تعامل مع الشياطين، فقال له كونك تكسر وصية صريحة لربنا، تتمرد على ربنا، دي زي التعامل مع الشيطان بالظبط. شوفوا ده التوبيخ الظاهر، اللي هو إيه؟ حط الحاجة باسمها، ما تقولش دي أصل إيه مجاملة، دي اسمها كدبة، ما تقولش دي عصبية، لا دي شتيمة، سمي الحاجة بمسمياتها عشان تفوق. أحيانا كده لو أنت سميتها هتلاقي أبونا، او ابويا ربنا له المجد، او الاب الروحي ممكن يخفف، لانك انت تايب وحاسس بالاسم بالمشكله. لما انت تخففها قوي، لا ربنا يقول لك اسمع بقى اسمها الحقيقي، دي لا تقل العمله دي عن عباده الاوثان، ده التوبيخ الظاهر عشان يتوب. لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. قال شاول لصمويل اخطات، هو بقى فهم انه مستني دي، قال له خلاص أخطأت يا أخي، يعني ينظم كده، لأني تعديت. هو لغاية كده شكله كويس، شكله قال كلمة كويس، شوفوا يا ريتك تسكت بقى، أقول أخطأت وتعديت كفاية، إنما لأني تاني، لأني بدل قال لأني، أعرف إنه إيه أعذار وحجج، مش أقطع فيه التوبيخ. خفت من الشعب وسمعت الصوت، على فكرة الشعب ما زنش عليه، بيكذب، هو اللي كان عينه في الذبائح، الشعب يخاف يكسر كلمة لصمويل، صمويل كانوا يخافوا منه جدا، لكن شاول هو اللي ملاوع. والآن فاغفر خطيتي وارجع معايا فأسجد للرب، ده كان زي اللي بيأمره، ما تسامحني بقى وخلاص يعني. فقال صمويل لشاول لا أرجع معك، زعلان زعلان يعني، لأنك رفضت كلام الرب رفضك الرب من أن تكون ملكا. ودار صمويل، شوف التوبيخ قد إيه شديد، فليمضي، تلاحظوا الدالة، شاول واخد عليه زيادة، واخد عليه فعلا، لكن للأسف كل ده مش نفعه، لأنه استهان بكرامة أبوه. فمسك في ديل جبته فانمزق، يعني مسكه من طرف الفراجية كده الجلابية، وصمويل ماشي زعلان، قام اتقطعت الجلابية. فصمويل فهم إن دي إشارة من ربنا، فقال له يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك ويعطيها لصاحبك اللي انا حكيت لك عنه، وانت ما استفدتش، قلت لك هيختار واحد حسب قلبه لان قلبك ماشي غلط، هيديها بقى لصاحبك، صاحبه ما يعرفوش لسه، ولا صمويل يعرفه لسه، الذي هو خير منك. وبعدين شوف قال له ايه، قال له قد اخطأت فاكرمني
يوه يا أخي، توب توبة ما كاملة مرة. رجع تاني قال له قد أخطأت، قال يعني سمع، قال له أنا فعلا غلطان. والآن خلينا في المفيد بقى، فاكرمني أمام شيوخ شعبي. مفيش فايدة، مفيش فايدة يعني. ده مش واحد حاسس بالذنب، ده مش واحد خد الكلام لنفسه، ده واحد عاوز يعدي الموقف. خلصنا يعني، عشان الناس بس تبص لي كده بقى وارجع مالك كده قبها وخلاص عديها بقى، مفيش فايدة. فراح واقف قدامه وخلاص. شوفوا الموقف اللي بعده، معلش. ولم يعد صمويل لرؤية شاول، عارفين ليه؟ لأنه لا يسمع للتوبيخ، بطل يروح له خلاص، لأنه دي مش أول مرة يوبخه وما يستفدش. لأن صمويل ناح على شاول. شوفوا بقى أمانة صمويل، صمويل ما بطلش يبكي على شاول، يعني الصلاة استمرت بس الكلام وقف. ليه؟ استفدش، ما بيسمعش، بيقمح، بيلف ويدور، ده مش بيعترف بجد خلاص. والرب ندم. وبعدين هنا تيجي بقى أصعب كلمة في حياة شاول، قال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول؟ يعني تصوروا صمويل يبقى بيبكي عليه، يقول له حبيبي امسح دموعك، ما يستاهلش منك خلاص، انا رفضت. يا ساتر، ليه؟ لانه رفض التوبيخ، ما بيسمعش، كل مرة يسمع الكلمتين مش عايز يتعلم. واملأ قرنك دهنا وتعال نشوف اللي بعده. وطبعا راح لده، عشان كده بقى لما داود عمل العملة قال أخطأت وراسه في الأرض وسكت، ما تنهاش، وفضل بقى يقول اغسلني فأبيض أكتر. هنشوف ربنا له المجد نفسه لما وبخ قايين، وبخه بمنتهى التواضع والحكمة زي ما شفنا كده، مش كده؟ وقال له يا ابني في خطية أصعب، ده أنا بوبخك وبقول لك السكة دي وحشة، عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها، حاسب. أم قايين يعمل إيه؟ ولا يعير كلامه أي اهتمام، ويفضل مخه شغال شغال لغاية ما استفرد بأخوه يموته. بولس وبطرس، تصوروا عمالقة القديسين دول، بيقبلوا من بعض اللوم والعتاب. القديسين الكبار دول مين أصغر ومين أكبر؟ الحقيقة بطرس أكبر، أكبر سنا وأكبر كرامة في الكنيسة. ليه؟ لأنه بحكم أنه واحد من التلاميذ ال 12، يبقى هم دول الكبار، وهم اللي حطوا ايديهم على بولس واعتمدوه اسقف للكنيسه ومسؤول عن الكرازه الامم. وعشان كده قال في غلاطيا المعتبرون اعمده، انا برجع لاعمده الكنيسه، فمين زي بطرك واسقف؟ تصوروا، فبولس يعتبر تلميذ بطرس جزئيا، صحيح ما قضاش معاه وقت طويل لكن ده مرجعه، بيرجع لبطرس ويعقوب ويوحنا. انما حصل موقف من بطرس كان فيه غلط. لما بطرس مرة راح زار بولس في أبروشيتو في أنطاكيا، أنطاكيا دي كانت مقر خدمة بولس، وبولس كان صغير وكبر فيها، يعني إيه، كان واحد ضمن كذا واحد، بعد شوية هو بقى اللي إيه، بقى اللي شغال يعني أكتر واحد. فقاعدين ياكلوا مع الناس، طبعا فيهم ناس من أصل وثني وفي ناس من أصل يهودي، كلهم مسيحيين متعمدين. فجه بطرس داخل، جم ناس ضيوف لبطرس قرايبه من اليهود زيه، جايين داخلين عليه بلديات، طبعا يهود، فهو قاعد اللي حواليه جزء منهم كانوا وثنيين معروفين، دلوقتي كلهم مسيحيين. فقام بطرس استأذن وقام، كلهم طبعا صعب عليهم لان هم فهموا هو قام مجاملة لليهود اللي داخلين. بولس يهودي متعصب اكتر من بطرس، بس بولس بقى في الحق ايه، سيف. دي نقطة ضعف عند بطرس في اللحظة دي، ما هو بطرس ضعف قبل كده وشك. فيقول لما أتى بطرس لأنطاكيا قاومته مواجهة، شوفوا التوبيخ الإيه؟ الظاهر، مواجهة، التوبيخ الظاهر، لأنه كان ملوما، يعني ملاما، يعني يقع عليه اللوم في الحركة دي، يعني أنا مش قاومته لأني شايل منه، لأن دي تصرف لا يليق بقديس. لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، قبل ما يدخلوا كان قاعد معاهم، ولما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، عاوز ما يبانش أنه قاعد مع بتوع الأمم. ورأى، وقع في الرياء، معه باقي اليهود أيضا، اليهود اللي كانوا يهود يعني، حتى أن برنابة، ده برنابة ده أستاذ بولس على فكرة،
أبوه الروح يعتبر انقاد إلى ريائهم، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة أرثوذكس، حتى دي مش أرثوذكس، استقامة يعني أرثوذكس باي ذا واي، حسب حق الإنجيل أو الإنجيل الأرثوذكسي أهو، اللي هو مش ده اللي استلمناه من الكنيسة، مش ده اللي أنتوا علمته لنا، مش ده الإيمان المستقيم، لا ما يصحش، ما يصحش التصرف ده. قلت لبطرس قدام الجميع: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. على فكرة بولس بيحب بطرس جدا، وبطرس بيحب. إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا، ده أنت كنت قاعد معانا دلوقتي عامل أممي، لا يهوديا، لماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ أنت عاوزنا كلنا نرجع نبقى يهود تاني؟ ما أنت كنت لسه بتاكل معانا زيك زي اليهود. على فكرة بطرس قال له: حقك عليا، معاك حق، واتصلحت القصة ورفع كرامة الأمم عادي والدنيا مشت. طبعا ما ننساش توبيخ ربنا يسوع لبطرس نفسه. ربنا يسوع وبخ بطرس قبل العملة. ساعات ربنا يوبخنا قبل وساعات بعد، بعد دايما أخف عند ربنا، لأن بيبقى الواحد اتكسر شوية، إنما قبل بيبقى فيها تحذير. فمرة بطرس كان لسه قال كلمة حلوة أوي في متى 16، قال كلمة حلوة أوي رفعه أوي، وقال كلمة وحشة أوي نزله خالص. في الأول قال له إيه؟ أنت المسيح، أنت ابن المسيح ابن الله. فقال له: طوباك يا بطرس، لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي الإيمان. ده حلو أوي، أنت كده تمام. بعدها بخمس سطور وابتدأ يسوع يكلمهم عن اللي هيحصل له في أورشليم، إنه لازم يمسك من يد اليهود ويصلب فخدوا يا بطرس قال له: لا تمام، احنا بقينا أصحاب بقى، وأنا أنا يعني لسه قايل كلمة حلوة، حاشاك يا رب، لا بلاش الكلام ده، صليب ايه وغلب ايه وموت ايه، حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فربنا يسوع بص ورا، لقى التلاميذ هيبصوا كده متغاظين، بطرس خلاص بقى هو الوحيد بقى اللي على الحكر، يعني هو اللي قال كلام حلو دلوقتي واخده انجاجيه كده وبيقول له: لا لا ما يصحش تقول كده. فبص يعني، فربنا يسوع بص على عينيهم عشان عاوز يقول له: انت تعمل منظر على التلاميذ ولا ايه؟ انت هتتعبني، هتتعبهم وتتعبني ليه؟ طب بصوا بقى كلكم اذهب عني يا شيطان. توبيخ الايه؟ الظاهر. قال له: ده دلوقتي كلام شياطين، اللي فات كان من ربنا، لحما ودما لم يعلن لك، انما الكلمة دي من الشيطان اللي انت بتقوله دلوقتي. يعني لسه قايل كلمة من ربنا، بعد شوية قايل كلمة من الشيطان. ايوه ممكن يحصل. اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي، انت تهتم ليس في مال الله، انت عامل منظر على الناس بس، عاوز تبين لهم قد ايه بتحبني وخايف عليا. وعلى فكرة دي اللي وقعته، المنظرة دي هي اللي وقعته، ان انكرك الجميع وانا لن انكرك. اذا ربنا يسوع بيوبخ برضه يوحنا المعمدان اللي ضيعه التوبيخ الظاهر، مش ضيعه طبعا، اللي اداله الاكليل الشهادة يعني، لكن كان يتميز بانه يوبخ، ده بيوبخ بكلام ما حدش فينا يقدر يقوله. لما طلعوا كده جمهور ضخم، كان منهم كتار فريسيين وكتار عساكر، يهود بقى من الغلاظ القلوب، قال لهم ساعتها ايه؟ يا اولاد الافاعي، قال لهم انتوا اولاد ابليس، انتوا جايين هتتعلموا ولا تدوا تقرير عني؟ من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ انتوا فاكرين هتزوغوا من جهنم؟ مش هتزوغوا من جهنم مهما حصل، كلام نار ما حدش يقدر يمد ايده عليه لانه من ربنا. فالتوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. يوحنا قال لهم: اهلا وسهلا، شرفتونا، صحراء نورت، نورت بايه؟ دول شياطين. لا ما نورتش، ظلمت. فهو هنا كان شديد. اللي كان شديد بقى قوي انه قال لهيرودس: لا يحل لك. عارفين يعني واحد يقول له حللني، يقول له لا، هي معناها كده حللني؟ لا. يعني ايه لا؟ انت بتحلل الناس كلها، انت كاهن ابن كاهن، يوحنا ابن زكريا، اشمعنى عمدت الناس دي كلها وحللتهم؟ قال له: انت لا، لانك انت ماشي في خطيه، انت بقى واخد مرات اخوك كسر للشريعه، سيبها وبعدين ابقى احلك كده. ده ملك. توبيخ الظاهر خير من الحب المستتر.
مثل كمان إيليا وأخاب. إيليا طبعا إيليا ما توصلش زي يوحنا المعمدان، بس زمان بقى، فيعني عيار أتقل شوي. فمرة أخاب حب ياكله في الكلام، قال له أنت فين يا مكدر إسرائيل؟ قال له أنا مكدر إسرائيل ولا أنت وأهل بيتك؟ كده على طول بيكلم الملك، دي مش شتيمة، الراجل مش بيشتم، ده بيقول سبب، بيوصف. قال له أنت سبب القدر طبعا، أنا راجل عايش بصلي في الجبل، وأنا سبب إن المطر ما بينزلش، دي أوامر ربنا، إنما أنت سبب الجوع والعطش اللي الناس فيه، ده الذل ده كله بسبب خطيتك، فأنت مكدر إسرائيل طبعا. ما تقلبش الموازين، ما تاخدنيش في كده كلمتين، لا لا أنا بخافش، أنت اللي غلط وأنت سبب المأساة مش إحنا. كده على طول سمع من ده كتير أخابه وما كانش بيتأثر. في مرة بقى مسكوا إيليا واداله كلمتين نار، توبيخ الظاهر، ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه وعمل الشيطان العمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته. الحتة دي كانت بعد ما عمل إيه؟ مع خد حقل نابوت اليزرعيلي. إيزابل الشيطانة دي تآمرت وموتوا نابوت وخد الحقل بتاعه، وقالت له انزل استلم الحقل بتاعك. وهو في الحقل بيستلم جاله إيليا، قال له هل قتلت وورثت؟ قالها له كده. قال له أنا قتلت؟ قال له أنت هتكمل الصورة؟ طبعا قتلت بإيد مراتك، بس أنت قتلت وبتورث في القتيل. فقال له كلام نار، توبيخ ظاهر. لما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه، اترعب من الكلام، الموقف الوحيد اللي عدل في حياة أخاب. وجعل مسوحا على جسده كعادة التائبين زمان، صام واضطجع بالمسوح ومشى بسكوت. اتهد بقى، اترعب من عينين إيليا وكلامه. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي، هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ المرة الوحيدة اللي اتهز فيه ربنا حسبها له، من أجل أنه اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه، لأن ابنه أوحش منه، مش لأن ابنه هيتظلم يعني. عشان كده الكتاب قال الحديد بالحديد ايه؟ يحدد. يعني ربنا حاططنا لبعض، احنا لبعض يا جماعة، الناس لبعضيها، الكلام ده مظبوط بس روحيا. يعني لما تلاقيني غلطان تعالى وبخني، ولما الاقيك غلطان عشان بحبك اوبخك، لا تزعل مني ولا ازعل منك، لان احنا خايفين على ابديتنا مش خايفين على كرامتنا. اللي خايف على كرامته لا هيقبل ولا هيتكلم، اللي خايف على ابديته هيقبل وهيتكلم. فحسقيال بقى كلمة تاني تؤكد الفكرة، البار وإن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معصرة أمامه فإنه يموت لأنك لم تنذره. يعني واحد بيتكعبل وماشي في الغلط وانت شايفه ونهايته الهلاك، مات، يموت في خطيته، ما نقدرش نغير القاعدة، هو غلط وعايش غلطان لآخر عمره، خلاص مات في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله لأنه كان في الأول كويس. مش مهم كان في الأول كويس ولا بيطلع عشورة، تقولش الكلام ده، بدل مكمل في خطيته نهايته وحش. أما دمه فمن يدك أطلبه، ليه؟ لأنك لم توبخه، لأنك كنت شايفها صريحة كده وما قلتلوش كلمة تفوقه، لكن لو وبخته دمه على رأسه خلاص، لو ما سمعش الكلام يبقى دمه على رأسه. ناثان وداود، أرسل الرب ناثان إلى داود، ده بعد العملة بقى الكبيرة بتاعت داود، بس شبع بقى وريا الحسي والقصة الصعبة بتاعت داود. داود على فكرة ضميره اتخدر وقعد سنة تقريبا لا بيتوب ولا بيصلي مزامير ولا بيدخل هيكل ولا بيدور على أب اعترافه، كان ساعتها صمويل مات، كان ناثان هو النبي. فناثان راح له، هو اللي راح له، زي واحد يبعد عن الاعتراف سنة أب اعترافه، يعني لو عارف يشوفه او يسأل عليه يقول له انت فين. انما ربنا كشف لنسان العمل، فحكى له حكاية عشان يفهمه يعني كيف يحكم على نفسه. قال له حكاية الراجل اللي كان عنده عنزة والتانية، وبعدين جاله ضيوف، ام الغلبان خد المعزة بتاعت الغلبان عشان يذبحها للضيوف.
فعفى أن يأخذ من غنمه ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل، فحمى غضب داود على الرجل جدا. خلي بالكوا الجملة دي مفروض بيبقى بالظبط قدها تشيل الرجل وتحط ايه؟ داود. شاطرين، هو ربنا عاوز كده؟ ده اللي كان بيقوله ذهبي الفم عن الغضب المقدس، حمى غضب داود على ها داود او على نفسه جدا. هي دي التوبة، التوبة انك تتغاظ من نفسك جدا، ازاي عملت كده؟ دي اللي خلت بطرس يبكي بكاء مر، لانه غضب على نفسه جدا مش غضب على حد. وقال لنسان يقتل الرجل، فقال له انت هو الرجل، انت هو الرجل. وابتدى بقى ايه، شوف التوبيخ، كلام زي النار برضه. قال له انا اديتك كل حاجة يا داود، ربنا بيقول كده، انا جايبك من ورا الغنم وعملتك ملك وسبتك تتجوز اكتر من واحدة، لان كانت الحتة دي متواربة شوية في الشريعة. قال له انا سبتك تتجوز، ولو كنت عاوز اكتر ما كنتش هحوش منك تاخد مرات صاحبك. ايه اللي انت عملته ده؟ توبيخ عنيف جدا من نسان لمين؟ لملك الملوك ساعتها، داود اعظم ملك في زمنه في وقتها، قاعد على اعظم كرسي، حد شيء يعني بيترد وجه ملوك الارض، كل ملك عاوز يصاحب داود من مركزه، انما هنا نسان ملوش دعوه بالحاجات دي، كلام زي النار. وبعدين ايه، طبعا ساعتها داود قال له اخطات، قال له ربنا نقل عنك، لكن هيحصل وهيحصل. ودخل داود بقى على طول بدأ يصلي ولم يكف عن الصلاة بدموع لآخر حياته. ادي التوبة بقى، ادي الشغل المظبوط، ادي التوبيخ الظاهر، شوفوا قد ايه مفيد. وعلى فكرة نسان ما بعدش عنه ابدا، نسان ظل ابوه الروحي وظل بيسمع له اكتر من الاول، مش زعل من اب اعتراف مفيش حركات من دي، لا لا، ده الكلمتين الناشفين دول كانوا اغلى كلام سمعه من ابوه. في مرحلة تاني بعدها مثلا بعشرين سنة ولا حاجة، كان في أزمة حصلت بين ولاد داود، إن أبشالوم قتل أمنون، فأبشالوم طبعا هربان وداود غضبان على ابنه اللي قتل ابنه التاني، بقت خراب في بيته، فالموضوع مزعج. يؤاب عاوز يعمل خير وقال خلاص كفاية عيل مات، التاني هيفضل بعيد عن أبوه كذا سنة، فقال نصالحه، فجاب واحدة من تقوى عزار، كانوا ستات حكم شوية مشهورين يعني، قال لها وعاها، قال لها بصي هتحكي حكاية، تدخلي للملك داود، الراجل كبر وقلبه طيب، ما تجيبيش سيرة ولاده خالص، هتقولي له بص ولادي الاتنين هم ولدين اتخانقوا في الحقل، واحد مسك التاني موته، دلوقتي اهل البلد بيقولوا اللي موت اخوه لازم يموت، يعني انا خسرت الاولاني وهيخسروني التاني وانا ارملة، طب اعمل ايه دلوقتي؟ شوف لك حل. طبعا قصة ايه بعيدة شوية عن ما خالت علي، فقال لها لا خلاص خلاص يعني انت غلبانة طبعا، ابنك غلطان بس هنعمل ايه، ابنك الوحيد عشان خاطرك لازم يعيش. فقامت قالت له ايه، طب بص اقول لك كلمة تاني كتر خيرك طبعا، ما كده قال لها خلاص، وعدها انه مش هيموت الولد التاني. قالت له لماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله؟ يعني انت بقى ما عملتش كده مع اولادك، انت عفيت عن ابني بس ما عفيتش عن ابنك، انت سامحت ابني اللي قتل اخوه مش راضي تسامح ابنك اللي قتل اخوه، فهمت عجبتها ازاي؟ وقالت له بص احنا كده كده هنموت، ابتدت تقول بقى الكلام اللي ايه اللي يريح شويه، كده كده العمر طال ولا قصر كله بيموت، فاللي مات خلاص راح، هنقعد بقى نقلب في الاوجاع ليه؟ وبعدين قالت له ايه، بص انا الشعب قالوا لي اوعي تقولي الكلام ده لحسن، دي حته حساسه والملك يغضب عليك، بس انا قلت لهم لا الملك ده طيب، كلام بقى بتاع الستات اللي يغلب ده، الملك ده طيب وحنين وهيسامح ومش ممكن هيفضل زعلان طول العمر ففضلت تاكل في الكلام كده. هو طبعا داود برضه ذكي، قال لا طب انا عاوز عندي سؤال، هو يؤاب في الموضوع، لانه كان يؤاب طلب منه قبل كده شخط فيه، فقالت له طبعا يؤاب في الموضوع، هو اللي قال لي كل الكلام. فجاب يوآب المرة دي مش بشخط، قال له روح هات أبشالوم. بس هنا هذه الست القروية الساذجة وبخت الملك في وشه وقالت له أنت ما عملتش كده ليه مع أولادك؟ تصوروا، وقبل من هذه القروية الساذجة عتبة،
توبخ واعتبره صوت من ربنا. شوفوا الفرق بقى. فراح رد بشلوم وسامح، لكن يؤاب نفسه ما كانش قادر يتكلم معه. التوبيخ الخطأ لما الواحد يبقى لازع في كلامه. احذر بقى انك لما توبخ ما تجرحش، ما تقصوش، لان ده ما يجيبش نتيجة كويسة. عاوز توبخ، وبخ اللي يحبك ويحتملك، وفي نفس الوقت ما تقولش كلام جارح، ما يكونش بروح الغضب. يعني ايه؟ لازم تكون متماسك من جواك، لان في ام وهي بتوبخ اولادها عينيها بتطلع نار، دي مرعبة. مش ممكن عيالها يطلعوا اسوياء، يطلعوا مرعوبين، مخايفين من حياتهم، امهم مصدر امانهم، مصدر رعبهم. لا، ده مش توبيخ. يعني تكون من جواها متماسكة، حتى لو جادة وشديدة، لكن مش بطريقة عنيفة ولا فيها غضب. اوعى توبخ بدون ما تدرس. في واحد يمسك واحد ويفضل يديله يديله، وبعد كده يقول له على فكرة انت مش فاهم الموضوع خالص، ويشرح له الموضوع، يطلع بصراحة ملوش ولا حق في اللي قاله. انت بتحرج نفسك ليه؟ قبل ما توبخ ادرس الأمر، لألا يكون اللي هتقوله غلط. لما قبل ما توبخ اتأكد انك انت نفسك تائب. ما هو التوبيخ معناه دعوة للتوبة. طب هو انت تائب؟ ولا انت تستحق التوبيخ انت كمان؟ اللي هي كلمة المسيح المشهورة، اخرج اولا الايه؟ الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزم. اللي تايب هو اللي بيعرف يوبخ صح، بيطلع القزم من العين، ده التوبيخ المظبوط. بس لازم تبقى عينيه سليمة، لانه عينين دكتور العيون الحقيقة اهم حاجة عنده. عينين الدكتور، لانه هو ده اللي بيبص يشوف الريش فين، ولا بيعالج العين ازاي. التوبيخ الخطأ ما يكونش على خطأ غير مقصود. يعني ايه؟ ما تعنفش بشدة على غلطة واحد ما قصدهاش، بالراحة خلاص، هو ما قصدش، ويمكن اول مرة لازم تفوت. فمش كل غلطة تستحق التوبيخ، ربنا نفسه ما بيعملش كده. شوفوا بقى في تيموثاوس حطها بطريقة جميلة، قال لا تقبل شكاية على شيخ. ما يجيلكش شكوى في كاهن، شيخنا يعني كاهن، وتقبلها وخلاص، إلا على شاهدين أو 3 شهود. لازم تكون متكررة. شوفوا حكمة الراعي للأسقف ابنه تيموثاوس، أسقف، بيقول له هتلاقي واحد زعل من أبونا راح اشتكاه، ما تاخدش على الكلام ده، طول بالك، ادرس ادرس شاهدين و3 الأول، عشان تتأكد ده غلط بجد ولا مش بجد. الذين يخطئون وبخهم. اللي انت متأكد انه غلط وغلط حقيقي، وبخهم امام الجميع، ليكون عند الجميع خوف. يبقى ده مبدأ الكتاب. اناشدك امام الله، بس هنا بيراجع على ضميره، اوعى تعمل ده بغرض. اناشدك امام الله لما توبخ او تحاسب حد، كلهم بقى على رتبته ومكانته، اعمل ده بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة. اللي هتعمله مع واحد تعمله مع الكل، مفيش واحد عن واحد، وبدون غرض، مش لانك متغاظ من واحد، لا، انت بتتكلم في صح وغلط. التوبيخ الحكيم يكون بدالة، على الاقل على مستوانا احنا يا جماعة، اللي ما عندناش عظمة وقداسة يوحنا المعمدان وإيليا النبي، فبالراحة مش هم دول اللي نعمل زيهم دلوقتي. انما لما توبخ، وبخ بدالة. يعني لما تقول لواحد، يا ابني انت عارف ان انا بحبك، فاستحمل مني الكلمة دي، غير ما تقول له كلام زي الرصاص وخلاص يتعب. فلازم التوبيخ الحكيم يبقى بدالة، ويبقى بتشجيع. لما تقول لواحد انا عارف انك كويس، وانا متأكد انك تقدر تصلح، وانا مش ناسي، وتقول له كلمة كويسة في حقه. فهنا التشجيع مع التوبيخ يجيب نتيجة أحسن. يبقى شجعت، عشان ساعات التوبيخ يخلي الواحد يحس مفهوش ولا حاجة عدلة، لكن التشجيع يوزن المسائل. التوبيخ الحكيم يبقى بوداعة. يعني إيه؟ وشك مش متجهم بقدر الإمكان، لسه وشك هادي، مع إن الكلام مش سهل، بس لسه ما زلت رجل صلاة، ما زلت إنسان وديع. بآيات من الكتاب، توبيخ الحكيم، انت مش بتوبخ حاجة في حقك، بتوبخ بحق ربنا، فبتقول الكلام اللي بتعمله ده غلط في حق ربنا، ده كسر وصية صريح للوصية اللي بتقول كذا، ربنا قال غير كده.
فهنا انت بتوبخ بكلام من ربنا. ده اللي قاله في تيتوس بقى بولس، بيقول لتيتوس المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات اجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه. يبقى لو لقينا واحد بيعلم غلط ننذره مرة والتانية ونعرض عنه، يعني ناخد منه موقف، نقول له لا انت في حالك واحنا في حالنا، ده تعليم غلط. عالما ان مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه، عشان يعني يلطف قلب تيتوس كأب، قال له هو اللي حكم على نفسه مش انت، هو اللي مصر على التعليم الغلط يبقى هو اللي حكم على نفسه. فهمت الفكرة؟ عشان ما يبقاش الراعي فينا، ما هو الواحد برضو زي اي اب لما بيشد بيبقى قلبه واجعه، لما بيقدم بيبقى هو صعبان عليه. قال له بس المتمادي في الخطأ هو اللي جاب العقاب لنفسه، فما تلومش نفسك في أي حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.